طيب ما الذي لفت انتباهك خلال تلك الزيارة في الشوارع في الأراضي المحتلة؟ كيف وجدت طبعا الفلسطينيين في ظل هذه المعاناة التي يعانونها منذ سنوات؟ أنا يعني انصدمت بالشعب الفلسطيني رغم كل هذه المشاكل والأشياء اللي تصير فيه، مع ذلك شعب مضياف كريم. وأغرب شيء شفته، ويعني أنا استغربت أني أنا شفت العلامة الجزائرية في فلسطين، في شوارع فلسطين، في المحلات. حتى آخر فيديو يعني شفت محل حاطط علم الجزائر، فأنا قلت هذا يمكن أصل جزائري، ولا يمكن زوجته جزائرية أو شيء كذا. رحت سألته أنت ليش حط العلم؟ نعم، قال لي أنا فلسطيني وقلبي الجزائر مثل ما تشوف هذه. يعني أنا استغربت، حب غريب جدا. وبعدين بديت أبحث عن التاريخ بين الشعبين، يعني أنا رحت فلسطين ولا رحت الجزائر؟ سبحان الله، شيء غريب، هذه من أغرب الأشياء. نعم، يعني لربما في نقطة معينة خاصة فيما تعلق العلامة الجزائرية الموجودة في فلسطين، الحب بين الشعبين طبعا أمر كل يعلمه، لكن في نقطة معينة أن بدل الأعلام الفلسطينية يتم وضع الأعلام الجزائرية، لماذا هذه النقطة بالذات؟ نعم، يعني فسر لنا بسبب لأسباب لربما قانون يمكن في العالم، هذا أغرب قانون في العالم. أن الاحتلال فرض قانون أن ممنوع رفع العلم الفلسطيني، تخيل. يعني اللي يرفع العلم الفلسطيني يا إما سجن يا إما يحطون عليه غرامة وتضييقات شديدة. فالشعب الفلسطيني شعب ذكي جدا، فخلاص اختار يرفع الأعلام الجزائرية، بما أن هذه يعتبرونهم بلدهم الثاني، فخلاص الكل يرفع العلم الجزائري، خلاص أنت تعرف أنه هذا الشخص فلسطيني، فكأنه شعبين واحد. يعني يعني أنا استغربت أنه رفع العلم الفلسطيني ممنوع في داخل بلدهم، تخيل يعني هذه التضييقات الشديدة.